في الناصرية مركز محافظة ذي قار التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد، سجلت الكوادر الطبية أكثر من 40 إصابة بمرض الحمى النزفية الذي ينتقل غالباً من المواشي. المستشفى العام في المدينة يطبق إجراءات صحية استثنائية وخصص أماكن حجر للمصابين ومعالجتهم من أجل منع انتشار العدوى، والذين يعانون من أعراض تتراوح من آلام المفاصل والحمى والنزيف الداخلي. هو عنده حلال مربى ما حلال، فجاي يعلف هواي ولزق اقراض هنا بصفحته، ولهذا السبب هي بينت اعراضها عنده، فجبنا عرضناه على الدكتور، قبل الدكتور دخله هو صار له يوم 10 ايام على الحاله هاي من هالحمى النزيفيه. نسبة الوفيات المرتفعة بين المصابين دفعت الكوادر الطبية إلى اتخاذ إجراءات احترازية شبيهة بتلك التي اتخذت إبان جائحة كورونا. بالنسبة للحمى النزفية تختلف عن باقي الأمراض، يعني حتى ولو كانت حالة واحدة تستدعي الاستنفار والعمل الجاد لمنع الحالات الأخرى. السبب أنه هذا المرض نادر أولا، وثانيا نسبة الوفيات عالية تصل من 10 إلى 40% من المصابين. طبعا أسباب الوفاة هنا النزف، عادة النزف بالدماغ أو نزف بالرئتين مع عجز الرئوي، التهاب الكبد وعجز الكبد، أيضا عجز كلوي ممكن يصير. إضافة إلى تركيزها على محافظة ذي قار، بدأت وزارة الصحة العراقية باتخاذ خطوات احترازية في معظم المدن والمحافظات العراقية والتوعية للوقاية من المرض تجنبا لمرحلة قد تكون أصعب من الحالية في حال تزايد الإصابات. في ذي قار التي سجلت أعلى الإصابات بالحمى النزفية، تؤكد الكوادر الطبية أن الوضع تحت السيطرة، وإن جميع الإجراءات اللازمة من أجل منع زيادة الإصابات قد تم اتخاذها، لكن زيادة الوعي بين الأفراد خصوصا أولئك الذين يتعاملون مع الحيوانات سيساهم بتقليل الأضرار والإصابات بشكل كبير. مصطفى القطان، قناة الغد، ذي قار.